علق الفنان خالد عليش على حكم محكمة الأسرة بالسماح له برؤية ابنته من زوجته السابقة لمدة 11 ساعة أسبوعيا، وكتب: النهاردة أنا خدت حكم تاريخي، يا رب يتنفذ على خير، وتاريخي لأنه أحسن حكم ممكن أخده في ظل ظروف قانون الأسرة السيء لحين تعديله، واللي طلع الحكم قاضي مش واحد صاحبنا، فده معناه إن الراجل قرأ وفهم وبيدي لكل واحد حقه، لكن جه الوقت اللي أقول فيه اللي جوايا: حسبي الله ونعم الوكيل، أنا خصيم لكل واحد أو واحدة حتى يوم الحساب، ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر إني ما أشوفش بنتي بطريقة إنسانية، كل حد كبير أو صغير جريت وراه بالمكالمات عشان أشوف أي حلول ودية، حتى الحركات والجروبات النسوية اللي بيدافعوا عن الست وخلاص، أي حد بيكتب تعليق وهو مش فاهم حاجة. فاض بيا الكيل والعمر بيعدي، واستحملت الكتير من الاتهامات الباطلة، وعلاقتي ببنتي بتبوظ يوم بعد يوم، وأنا ملتزم بكافة الالتزامات المادية ناحيتها من أول يوم كاملة، وزيادة كمان على المستوى المادي والاجتماعي اللي عايشين فيه، ومع ذلك استحملت كتير وما ردتش. أنا لا حول ليا ولا قوة، حاولت مع كل الحلول الرسمية وغير الرسمية، تعبت من اللف في دوائر مغلقة، تعبت من نظرة والدي ووالدتي المريضة اللي نفسهم يشوفوا حفيدتهم ومش قادر أعمل لهم ده. أنا أوحش رجل في العالم، ولكن ما استحقش إني ما يكونش عندي فرصة أتكلم وأخرج معاها وأفسحها عشان علاقتي بيها تبقى كويسة. محدش يقول لي أنت السبب عشان سبت مامتها، أنا ووالدتها كان في بينا عشرة طيبة وأيام كتير حلوة، ولكن لم يحالفنا التوفيق في النهاية، وكل شيء نصيب، والانفصال كان برغبتها قبل رغبتي. محدش يقول لي ما انت كنت زوج وحش، انا يمكن ما كنتش احسن زوج برغم اني عملت اللي عليا كتير واجتهدت كتير عشان اسعد الطرف التاني، ولكن ده مش معناه اني انسان وحش وما استحقش فرصة تانية وما استحقش اشوف بنتي. محدش يقول لي ما انت مبسوط واتجوزت تاني، انا فعلا الحمد لله زي الفل ومبسوط اني خدت فرصة تانية ربنا يكرمني فيها واكون انسان افضل، واستمتعت بحق ربنا سبحانه وتعالى والمجتمع الدهوني اني اتجوز تاني بعد انفصالي رسميا باكتر من سنة، بس مش معنى كده ان ارمي طفلي مع امه ومطلوب مني انساه. ما حدش يقول لي ما انت كنت بتشوفها، انا فعلا مع بداية الانفصال كنت بشوفها ساعات قليلة في الاسبوع، بس مع اي تصرف ما يعجبش مامتها تقول لي اصل البنت مش فاضية، عندها عيد ميلاد، عندها تمرين، وسط شروط كتيرة منها ما تتصورش معاها وتنزل ليها صور، ما توديهاش عند أهلك، تيجي عيد الميلاد لوحدك بدون باباك أو مامتك. حسيت في الوقت ده إني لازم أستخدم التعاقد اللي بيني وبينها اللي بيقول إني هاخد البنت يوم في الأسبوع، لكن القانون إداني حق الرؤية الطبيعي الغير إنساني لطفل. فضلت 5 شهور في مساومات إني معملش تنفيذ لحكم الرؤية حفاظا على البنت، ولكن مامتها صممت، وبعد التنفيذ كان مهانة ومذلة للطفلة وليا. بعدها ما بقيتش أروح، وبعت إنذار رسمي ليها بكده، وما زلت في الإجراءات القانونية الجديدة بعد فشل المحاولات الودية اللي الحمد لله النهاردة خدت فيها حكم منطقي ومناسب. محدش يقول لي ما أنت ما بتصرفش عليها ومبهدل مامتها في المحاكم، برغم إن مش ده الموضوع، بس الحمد لله الفلوس اللي الأم طلبتها كنفقة ومصاريف بتوصل كل أول شهر بدون أي محاكم، من أول يوم حصل بينا انفصال رسمي بدون محكمة بعقد اتفاق بينا، ولو حصل دخول محاكم في أول الخلاف فالأم اللي بدأته، وده بالتواريخ ومش بالكلام. موضوع إن في مصاريف زيادة بتطلب بشكل مبالغ فيه دي قصة تانية بقى، فيها نقاش وحوارات كتير، ومع ذلك قلت أنا عندي استعداد لأي زيادة غير منطقية، بس نقعد ونتناقش. محدش يقول لي روح شوفها عند جدتها عشان أنا مش هعرف يبقى في علاقة طيبة بيني وبين بنتي وأنا قاعد معاها ساعة عند جدتها وهم قاعدين جنبي وقعدتي تبقى كلها مذلة ومهانة. محدش يقول لي إنك بتتظاهر إنك عايز تشوف بنتك لكن أنت مش فارق معاك. وتحدث عليش عن مشاعر الآباء الذين يعانون من نفس الأزمة كاتبا: الأبهات هنا اللي هيحسوا قد إيه دي حاجة مؤلمة، وأنا مش محتاج أعمل ده، وطول الوقت طلبت من أي حد قريب منهم إن إحنا ننزل ونقعد ونوصل لحل وسط. أنا مش طالب فيه غير إني آخد بنتي يوم في الأسبوع أخرجها وأرجعها،
أنا نفسي أحس بحضن بنتي، بقالي أكتر من سنة وما عدتش أتكلم في مشاكل حصلت من سنين، أنا أوحش راجل في العالم، بس حقي آخد فرصة عشان تكون في علاقة كويسة بيني وبين بنتي. وكان خالد عليش قد سبق وتحدث عن قانون الحضانة وطالب بتغييره، وكتب عبر حسابه على الفيسبوك: قانون الأحوال الشخصية محتاج تعديل يضمن حق الست والراجل وقبلهم الأطفال. لو عمل درامي ناقش حالة واحدة بظروف معينة، في حالات تانية كتير مظلومة ومتبهدلة، سواء بقى ستات أو رجالة، إحنا زي ما بنتكلم على أب ظالم مبهدل عياله عشان يذل طليقته، في أم ظالمة بتبهدل عيالها عشان تذل طليقها اللي ساب جنتها وخلع ويتعاقب باقي حياته حتى لو هي اللي طالبة الطلاق. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. وكانت ميمة الشامي قد كشفت عن خلافاتها مع طليقها خالد عليش، وأوضحت أن هناك أزمة بينها وبينه بسبب النفقة. ويذكر أن خالد عليش احتفل بزواجه على الإعلامية مريهان عمرو. في أعلن الفنان خالد عليش الشهر يوليو 2021 منذ خطوبته على المذيعة ومقدمة البرامج مريهان عمرو، ونشر خالد عليش صورا اللي احنا شايفينها ديت تجمعه بها عبر الفيسبوك، وعلق قائلا: كملت الحتة الناقصة. واقتصر حفل الخطوبة على أسرة العروسين فقط تزامنا مع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. ربنا يتمم لهم على خير، وهنشوف بقى زوجته الأولى. ومن ناحية أخرى، وبعد تداول أنباء عن انتهاء الخلافات بينها وبين زوجها الفنان والإعلامي خالد عريش، أعلنت الفنانة ميمة الشامي طلاقها منه رسميا منذ فترة. وكتبت ميمة الشامي عبر حسابها على موقع الفيسبوك توضيحا لبعض الأمور ولما نشر على السوشيال ميديا أثناء وفاة بابا الله يرحمه: أنا طليقة خالد عليش حاليا ولست زوجته، وقد تم الطلاق شرعا ورسميا، وهذا للإيضاح والإشهار. وكان خالد عليش قد نعى والد ميمة الشامي الذي توفي في سبتمبر 2020 كاتبا عبر حسابه على تويتر: توفي لرحمة الله تعالى والد زوجتي الحاج رضا الشامي، ربنا يرحمه ويغفر له. ده البوست اللي ميمة الشامي نشرته على حسابها، ان هي طليقة خالد عليش وليست زوجته، وقد تم الطلاق شرعا ورسميا. وهنا دي صور من زفافهم. كان الزفاف حضروا كتير من أصدقائهم، وكانت السعادة باينة عليهم. للأسف مفيش حاجة بتدوم. وهنا لقطات تانية من حياتهم مع بعض. المشاكل بتخلي الحب ينتهي إلى الأبد، وما بتيجي الخلافات في اللي بيحاول يتصدى لها، وفي اللي بيهرب، وفي اللي ما بيقدرش. دنيا مليانة مشاكل، مع إن كل صورهم مع بعض كانت بتوحي بالسعادة.